معلش يا حبيب، خدوا النبي الفطار ده وديه للنام. طب ابرز يا اخي، برزت عينك من وشك يا بعين. خد نحلوح اهو، قول له يفطر ويروح يشوف اكل عيش. يا استاذ لمبي، يا استاذ لمبي، عايز ايه؟ الفطار يا استاذ لمبي. طب ثواني ونزل. هاتيا هاتيا، ما هو بقول لك هاتيا، ما بقول لك اهو، بص مش شايفه يعني. يا ده هات الجنيه اللي انت لدعته من نجلاء مراتي. ده هو جنيه اعمى اعمى، انا هوديه للمغربي. هات الجنيه المغربي بلاش. هات، انت طلعت لي فوق؟ لا خلاص، يبقى نص جنيه. تطلعني فوق يبقى نص، يبقى جنيه. انما تحت هنا هو عند الماسوره يبقى نص جنيه. ها هو كفايه عليك ده، خد روح بجنيه اهو. احنا مش اتفقنا على نص جنيه؟ مش في ضرائب عقاريه لسوء الاحوال الاهليه؟ يعني قانونا وشك للحيط وقفاك ليا. يلا اسرح، يلا يلا. ده انت يال. لودة لودة لودة، ما هنتش برضو على النوجة. طب عليك يا جرى علي، اعدى طبع راسي. عم بقل زي أسدومة. أيوة أخ أسدومة. أيوة أخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي فين أسدومة؟ أنا اللي أسدومة. أنت إيه في الفرامل والدربليات؟ مية مية باشا، من ساعة ما اللوست أشرف كلمني ظبطت لك كل حاجة، والفرامل مية مية وباللوست كمان. خد اطلع قدام بالعربية وتعالى بضهرك وقفنا اهو، واضرب فرامل ودربليات في الحتة دي. في الحتة دي هي دي التجربة يعني؟ أه ماشي، أنا جاي لك أول وقت. الله ينور يا استاذ دوما، بس انا بقى مش عايزها تزحف الزحفه اللي هي زحفتها دي. براء باذن الله. براءة بإذن الله. أشرف أشرف، الله يخرب بيتك، اتأخرت كده ليه؟ أنا دخلت يا أستاذ والله عشان ألاقي محامي بس يجي يترافع عن القضية ويأجلها. مفيش. نهار أسود، الليلة السود. طب وبعدين؟ والفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا. طب انا اعمل ايه يا ريس؟ انا دوخت، انا جايب حتى رحت اجلت ربع اهو عشان اي حد يطلع. بيتك. انا عندي فكره يا استاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلاله قدرك وتترافع، وانا الحاجه المحامين دول خالص. ولان وشك كده؟ ماله؟ انت جايب بالوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس. انت بتتجنن يا انت، مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد النقطتين وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. لا يا حاج، من المحامي يا سيدي افندي. المحامي في الكابينيه. في ايه؟ في الكابينيه، يعني هو في الكابينيه وجاي براءة باذن الله ان شاء الله. براءة. ابص ايدك شوف شكله عامل ازاي. ده مش بعيد يحطنا احنا الاثنين في مشترك ويغتصبنا دفعه واحده. افندي. نعم. بقول لك يا متر. ايه؟ ما تقوم تترافع انت ادام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سنقر سنتريسي. ندعو على القضية. أيوه حاضر، ما أنا عارف. ندعو على القضية. والمصحف سمعت. خشت العظم. والنبي سمعت. إما قمت تترافع. يخرج دوشة النجاح. الدفاع يتفضل. قوم فز. سيد الرئيس. سيد الرئيس. حضرات السادة المستغربين. أنا أحمد الحاجب. أرجو أن تتسع ساحة المحكمة لكي آخذ راحتي في الدفاع. اجري يا اشرف، هتجري. ابويا ابويا، اجري يا اشرف. ابويا
خلصتوا يا عيال الاكزرسايز؟ لسه. ايه هو ده؟ احنا هنقعد اون ذا داي فور اكزام؟ يلا يا اخويا كويكلي كويكلي ورايا طبيعي. عدسي برضو. بس وانا. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحه الجرامير دي 180 مره؟ وفين الشعريه بتاعت الدروس؟ أبخ أنا جابت أبخ مش بقى خلاص بقى مزرناهاش أو كده بقى مش احنا صلحنا في الموبايل قعدت أكلمك أزيد من 15 ثانية خلاص مش زعلان مش زعلان يعني؟ لا مش زعلان يا بنت والله شكلك لسه زعلان خلاص يا راجل مش زعلان يا بنت والله شكلك زعلانة مش زعلانة يا بنت سلمي مش زعلانة دي بقى عاملة إيه؟ كويس لا يعني أنت عاملة أكل إيه؟ عدس عدس؟ والله العظيم عدس؟ تصدقني كانت نفسي رايحة له احنا بقالنا كتير قوي ما بناكلش عدس ده احنا لسه واكلينه من ساعتين يا نوجة يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني؟ بفتك؟ يلا بقى يلا بقى ما تخلوناش بقى العيال كل حاجه فيكم عاملين مصايب انت بتدرسي الزبالين ولا ايه؟ معلش خلاص حقك علي ده في رب تلات ودان قاعد ده انا والشيف ورو بس شكلهم حلو فعلا شكلهم حلو ربنا كان وجهك كده اما تبقى بطنك كده مبقليله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح راني بقيت كرشك بره يا رب يا لمبي نفسي في حته عيل يبلع لنا حياتنا يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا وده من شيء خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد وليد وليد يا لمبي اسمه توليد يا ست نسا وتوليد التوليد والنور اي حاجه انا حاسس ان المره دي في امل كده يا رب او عمر يا رب سبحان الله خير يا دكتور الحقيقه بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده اقدر اقول ان موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص ليه يعني ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص هي متجوزه واحد ميت ولا ايه لا خالص العيب مش فيك امال فيه ولا العيب فيك امال العيب فيك الحقيقه انت سليم وهي سليمه بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف وانت اذا اتجوزت واحده تانيه تخلف انما انتوا الاثنين مع بعض ما تخلفوش لان ايه ما نخلفش امال عن بيض ده راي الطب نو هو مفيش امل الله انك اذا كان الراجل ده اساسا مخلف دبدوب على فكرة احنا مش عايزين نروح لدكاترة تاني بلا عيال بلا عرف بص للعيال عندك اللي انت بتدرس لهم دول وانت هتكرار الخلفة واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها تباتة انا نفسي اخلف يا لب نفسي في عيل عايز عيل وانا انا عايز تكييف وانا كمان عايز عيل نوجة يا بنت عبيطة احنا لسه يا دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين وقبليهم خطوبة 8 ها؟ يبقى 15 سنة
احنا فاضلنا 10 ونبقى تقبيضه مع بعض. نحمد ربنا انه ده في ناس بتقعد بال 30 و40 سنه والله ما بيخلفوا، ولما بيموتوا برضه ما بيخلفوش. انا مش عارف ليه. ايه بس بقى واقف بقى انت حتى التنكه من اولها ما تشربي بقى على طول. انت مش شايفه البسي. طيب البسي هات ده حمص الشام. ها كنجت ايه فينك يا عم الف بروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه كرنيل محامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترفع قدام التخيل. ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي طبعا ده يطلع في الازمات. يعني ده مثلا يبقى كرنيل مثلا يطلع في لجنه في كمين. كمين في الناس اللي هم بييجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده. مش اي حاجه يعني. بس فيها حاجه الصوره برضك. فيها صورتك؟ وريني وشك كده. اه ده الوش اللي بتجيب بيه الخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه طيب؟ فيها حاجه كده. حاجه محترمه. فيها احترام. ايوه فخر ووكر كده. وكر ايه؟ يا صورة رئيس عصابه. اه يا حيوان انت بتتريق على لا مهابه. ايه مهابه؟ ايه حاجة؟ ايه حاجة انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ اه ده انا هو ده. ده هو ده؟ ايوه يا حاجة. ايه شايف في منديل بقويا هنا وهنا قرع؟ انا عاوزك تحضر الجلسه مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثه وجاي. الجلسه باقي عليها ربع ساعه. اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب. خلاص ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضيه كده واعرف التفاصيل والتيتلز. بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتلز. هو هيتكلم جوه. لا انسى انسى هنا. يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع. ما تخافش وما تهفش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين. انت محامي. الله عليك انت محامي. انت ما عارفش انك محامي. انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر. وادي الطربوشه اهو. طربوشه اهو على اساس ان انا راح اترافع عن محمد طه. امسك امسك ولدي حيضيع منك. عين عليك يا ولدي. قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قول لي بقى تفاصيل القضيه ايه؟ عركه عاديه بين عيلتين. ولدي حيروح في داهيه. ولدي حيروح في داهيه. ايوه تفاصيل ايه بقى يا حاج؟ ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. تفاصيل ايه يا حاج؟ ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. ولا ده حيروح مني. القرار اخر جلسه. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقوله. اسمه عبد الصمد وهدان حلقوله؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ ايه احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. أنا ما اتفقناش على كده يا حاج. أنت جاي تعملني في مفاجأة يا مولاي. أبوس يدك، أبوس يدك، ما تفضحنيش. هينقدم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل أبو حديدة. يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده. ما اتفقناش على كده. أبوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب وقتل إزاي؟ يا رب سكينة. شاب ضرب في السكينة في حنكه؟ أيوة حاضر أهو. شرن بقه؟ يعني ايه شرن بقه دي؟ جون حنجل. حنجل حلبوله قتل حنجل. حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل في ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب، ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ. طعنة ناهية يا استاذ. طعنة بالية يا استاذ. انت مش فاهم حاجه ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ ابنك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعملت فيه فيا ليه؟ سيد الرئيس ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة. كانت طعنة في الهدوء. طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟
طعن 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس، هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال فضل. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا، هو بس الحقيقة أنا مش محامي. نعم يا أخويا؟ لا، مش قصدي ساعدتك. أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والأوتوبيس مش لاقينه. اتطبق إيه؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ أبوس إيدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقة كلها عندي مستنية شربات وهتفرق أول مرافعة ليا. شربات يا أستاذ؟ قول لي طلباتك. طلبت هكون عايز اسكبريسو، عايز تأجيل. إيه؟ تأجيل. تأجيل؟ آه. خلاص يا أخويا تأجل القضية، اتفضل. حياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا أستاذ تأجل القضية. والله هتقولها، يعني أنت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا أستاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم وكل لكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي، 5000 جنيه يا لبي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسة فتحية واكلاهم ثانية صدره، يعني ناس غلاب، انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لين. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجه. ها. اما تهم في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسقف لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده لمح بعيني كده، شفت سيادة المستشار ويا الدمعة بتفر من عينيه. يا لهوي. اه والله عيط. القاضي عيط؟ يا بنت بقول لك المستشار، قاضي ايه انت؟ يو، ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي. لا والله هو ده هم الاثنين واحد؟ ايوه. وطلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا. يا بنت فهمي، واضح ان انت معلوماتي في القانون ضيقة. اه. سيادة القاضي هو اللي بيبقى في النص. انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي، اهم حاجه. يعني هتمشي معانا يا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت، اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى؟ اقول لك على المفاجاه الكبيره. لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. أول مصحة و 5000 جنيه بس بقى، التانيين كلهم تلتينات. تلتينات عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. أيوة أنا عارف، أنا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل اللي ما هي مش عارف كده. عشان خاطر. قولي. أختي ميرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديدة النهاردة. لحظة واحدة، استنوا النبي، هات النضارة دي ما تبوظيش اللحظة السعيدة. قولي بقى. أنا كده مش هشوف. يا ست من جنبك هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب. ها. أختي ميرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديدة النهاردة. ها. نفسي بقى نروح بلبس عليها القيمة. بس كده؟ يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غالي. انحلوا بإيه؟ السكر غالي. وانحلوا بإيه؟ أم بنت عروكة السكر غالي. السكر غالي. هنحله بإيه؟ السكر غالي. هنحله بإيه؟ السكر غالي. السكر غالي. هنشوف بقى بس 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 طب ما محبش البرتقال. محبش ايه؟ البرتقال. لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجة كده يعني نفتخر بيها قدام الخيل. تحت أمر حضرتك، عندك كل حاجة، عندك رجالي وحريمي. آه وادي البروفة الرجال ايه؟ خش ايز. وادي البروفة خلي الرئيس تخش تقيس جوه.
خلي الايه؟ الانسه تخش تقيس جوه. الاساس ان انا واقف قدامك شفاف. ايه يا استاذ انا غلطت فين دروستهم يعني؟ في ايه؟ الله 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 يا عم انا كلمتك تعز الخنقة ليه طيب؟ الله طب انا امك انت اللي بتاعت بره 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 لم علينا عبيدك يا رب. رفزي عارفة؟ الله 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 الناس راحت فين يا بوب؟ أنا مش عارف الناس دي كانت كرافيك ولا إيه؟ يا نهوي إيه؟ الفلوس أنا شخص خطرتين فكرت البتاع ملغم ولا حاجة ما تخافيش يا بنت الفلوس النهوف فقال بتجيب جوزك سبع خفت يكونوا السنة ويخرمني لا السبع منين هاف جيب أهو بس ولو بردك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبين نكمل شوبنج انت انا بنروح الموسكي كلاس اكتر اه طبعا والله عندك حق المرة الجاية نروح الموسكي يلا هو ده الكلاس فعلا لما علينا عبيدك يا رب يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا على فكرة السفرة دي كلها جاية دليفري من دبي والراجل جايب الفزمة من دبي والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها مش ما بتعديش انت يا لولو ما بتعديش حاجه بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي ظريف قوي يا عم العيال بتموت فيك عين احسن يا عمو حبيبي ربنا يخليك يا رب ربنا يبارك عين محي ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء يا حبيبي طفل 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 طفنة ايه ده؟ طفونة يا بابا طفونة قول عفونة مش طفونة ده الواد هيطرشق زي الخرشوف خلاص بقى عين ما قلتليش بقى يا لولو الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص صح؟ مفيش امل لا مش هتخلف تاني ما تخلفش ليه؟ راجل وست ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور كنت عارف انك هتعلق عليها ما اقولكيش بقى على فرقة الساحل الشمالي يا نهار ابيض الفيلا كده الجنينه كده البحر كده يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتها لك الظهر يا نهار ابيض يا عالجمال بصي الجمال شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت في باريس انا وجوزي اول ما شفته ما استخسروش فيا ارخص من مصر ب 29000 جنيه تخيلي بصي الماظ يا لهوي الماظ مبروك الف مبروك حاجه تقبل طبعا والان مع المفاجاه ايه هننفجر ولا ايه لا ولا إيه؟ اول اغنيه اطفال بصوت ابني ياسر محي الدين طب ما تكمل بقيه الشارع خليه ياسر محي الدين ابو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز والله على رايك انا خايف انزل الشريط الناس تتوه يلا يلا يا ياسر يلا يلا يا ياسر سمع عمو يعني لكم يا بابا يعني لكم يا بابا يعني طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره لكم يا بابا يعني لكم يا بابا الله الله برافو يا حبيبي برافو يا حبيبي ما شاء الله يا محي ابنك مش محتاج لشريط اطفال ابنك محتاج يغني على نفقه الدوله حبيبي يا محي ميرسي يا لمبي عقبال اولادك يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش
يلا يلا النوم. يلا تصبح على خير يا محي. ايه يا نوبة؟ انت ايه بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال البوك. انا حاولت اعتذر لهم 100 مرة مفيش فايدة، هيزعلوا. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس حلاوة، مفيش فلوس يا حلولي. اقول لك ايه؟ نشمة، نشمة زي الموت، نشمة. يعني ايه لمبي؟ الله ايه اللي يعني ايه لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب عديل الغني. طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص. هديه؟ امشي اطلع بره. الله ما بره بره انت، يعني هتطلعينا من الكونسول؟ على فكره انت اغنيه مفتريه او المصحف، لو ربنا اداكي هتدوسي على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله. هات الخياره، هات الخياره بتاعتي وليا مقتدريه. حجر عايزه يا نجم، عايزه يا بنت، عايزه انت عايز تتخانق على الصبح ولا ايه؟ هخسرك نفوخك. تعال الحين. طب بالراحه. طب انت اطلع بره. طب بالراحه. طب بره يا بنت بالراحه. اصغر ما تعصبنيش انا بابو امي. والمصحف هخسر لك نفوخك. اقعد قعدنا اتفضل لي ارغي لوكلوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان اغنى مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تعتباطي ولا غيرش منه. ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده ان انا مش هطلع المصيف مع اختي وجوزتي معي؟ لا نطلع النجم، نطلع. انت مش عايزه نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعه وفي الدخله. الفيلا دي ب 7,500,000 و59 قرش. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص. بني ادم سائل ورزيل والتبته بتبوظ من وشه. سبحان الله، سبحان الله في رزقه، اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير انه يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا ما مره طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجا بس بقى. خلاص طب بقى ما تعيطيش بقى يا نوجا بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجا اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد، وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي، لان ده الكخ نفسه. يا بنت فواق بقى. والنبي اللي يسمع كده يقول ما عايشني في لندن. والنبي اخلعي البتاع ده يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك. فاكره نفسها قصر في دور ده لي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي. ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكرع؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكرع يا لبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه ثانيه هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا هاتي الام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني. خلاص هم 2500، 2000 هنركب بيهم سرير بدل السرير ابو جرده ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم، نفهم بعض. نفهم بقى، يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين، مهم الكابيلتي. الله حرام عليكي. طب يا نندي. ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضراتكم طيب. طيب. الله يخليكم. صدق والله أنا عندي سرير بس لازق في رجله جردل كده، فهل ممكن تشنج؟ لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش أي. لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ أه موجود إن شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير. عندك كده على اليمين. يمين كده؟ اه يمين كده. ربنا يخليك، شكرا جدا. شكرا جدا. سراير حلو ما بتزيقش؟ لا بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكاية. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجيلي مستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر بس اشوف الحل ارجوك، انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انتوا عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور اعتبر المكان مكانك، تمام؟ والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. يلا.
تمام، هذا السر ده كتم الصوت وده الهدف العنتابلي. أمرني الله الحبيبي، ربنا يخليك. الله يخليك والنبي، بس عشان أنا يعني بفزع شوية من الحركة دي. هل أنت كنت واقف مع الدكتور ألف لبأس شعر عليك؟ كنت بخصوص البق ده عيان. ألف لبأس شعر عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك إيه النبي؟ هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ ده؟ 4500 جنيه لحد البيت، وحساب العربية عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا لا لا، مش عايز الناس حاجة أوطى من كده، يعني حاجة أوسخ من كده شوية. في ده 900 جنيه بالمشال. ده حلو قوي ده، ده أنا جربته. حلو؟ أنا جربت ده، عملت كده وكده فكت من الصوت. ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال. لحد البيت بالمشال؟ آه. طب لو أنا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو أنا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. واوي ضحكتك عصر والله. بقولك مرة واحد دماغه مشغولة قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمة الله وبركاته. عصر والله، ربنا يخليك. طب السرير ده ليه؟ انا ايه؟ انا ما اعرفش حد من اسمه ده. انا الحكم يا ليه بيفتح بقى؟ طب ادينا امارة ان انت ابراهيم يا حكم. يعني اظهرت لك ولا طبل لك عشان هتعرف ان انا ابراهيم الحكم؟ يا سلام، ده اللي بيهزر من ورا الباب الخشب ده بأمارة العلقة اللي كلتها امبارح في السيدة زينب. طب ودي امارة من المنطقة كلها عرفت ان انا اتروقت من امبارح. اديني امارة تانية. امارة تانية؟ اه بأمارة الشنطة. حبيبي الحكم، حبيبي لا تعملي ازيك. نعم ارغي عم الامور. لا لا لا، انت نسيت ولا ايه يا لمبي؟ مش احنا متفقين انك هتعمل كبيري وقدوتي وتيجي معايا تخطب لي الليله؟ اه اجي معاك اخطب لك الليله. انت ما تعرفنيش غير لما اكون في مصلحه. لما اكون في مصلحه تعرفني. خلاص بقى يا لمبي بقى. خلاص بقى صح؟ دوختني عليك 13 عشان دين صغير في رقبتك. فين ال 15 جنيه اللي عليك؟ عيب يا لمبي، عيب الكلام ده. يضعب ايه يا؟ فين ال 15 جنيه عليك؟ يا لمبي عيب عيب. عيب عيب، وانا بقول لك كلام سكس. فين يا ال 15 جنيه؟ معيش يا لمبي. معاك فا. لان انت كده بقى بتعمل عليا فرده وبتبلطج عليا. يا لمبي. يا لمبي. فين ال 15 جنيه؟ فين ال 15 جنيه؟ والله العظيم هطلع لك من اخرك ثلاث خرام ومراخينك. لا لا خدها. على ما عفنا. أخذ أنت بقى صاحبي وحبيبي وجدعنا. يلا بينا يا عم على النهر. الليل ده كله كان امبارح زدنا حرمان وقاسية. اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ اتغير. بص يلا بقى حانتكك من عند عمك زقرم لأن حاجة هنجا. سلام عليك يا عم زقرم. مرحبا يا لمبي. مرحبا بابا. والنبي عايزين نخرب بيتك عجله. النبي عايزين نشارك الواد ده كده وننجيه يعني. علينا. يبقى بني ادم يعني. تؤمر. خش يا حيوان. مش عارف كده. حاسس ان في حاجه غلط. بس شايف الوجاهه؟ وجاه وجاه. وحيات ابوك الحلو كده. والله يا ابني انت هتشك بذوقي؟ بذوقي؟ عيب بقى وخدها يا حتى. 15 جنيه عام اللي كنت واخدها منك عشان خاطر اللي عندك انت حي ان انا نوطك في ليلتك يا عتب. ايه ده يا لمبي؟ انت اخويا بحقه حقيقي يا لمبي. امال ايه يعني؟ اخويا يا لمبي مش مصدق نفسي. مش مصدق نفسي يا لمبي. مش مصدق نفسي يا لمبي. مش مصدق نفسي يا لمبي. ما خلصت الغباوه. مش مصدق نفسي يا لمبي. يا ابني خلصت الغباوه بتاعتك. مش مصدق نفسي يا لمبي. الاهلي هدي المصطبه، الاهلي هدي المصطبه،
انت هو. اقعد. ايه؟ مين بقى العروسه؟ مين بقى في التلات موزز دول عشان ما جيش على حق صاحبي يعني؟ الرابعه يا دي التلاته. يا فين يا دي التلاته؟ مين واحده في التلاته عني؟ الرابعه يا ليمبي. ايه دي؟ اه هي. صدق انا شفت البني ادمين بالظبط. ايه ده اللي انت واخد منك الصوله دي؟ بحبها يا ليمبي، بحبها. طب خلاص طب خلاص، يا ريت انك بتتزفت بتتبعث، بس لازم تضمن حقك. ايوه طبعا، اللي هتقول لي از؟ لا مفيش از، لازم تضمن حقك. وده واجبي انا عليا كصاحب، ها؟ قبل ما يقع في الخطيئه لازم اقول له دي ماده بواقع كمبيالات. كمبيالات؟ وانا اشتري ثلاجه يا ليمبي؟ يا دفع مياه دي الثلاجه على الاقل ليها ضمان، انما دي شكلها متخزنه بقى لها كتير، ملهاش ورق، الدمارك مفيش. انت ماشي؟ انا بحبها ليمبي، لو ما خدتهاش هموت نفسي. يا ابني انت كده كده متنيل اللي على عينك ميت. الله، انا عندي تتجوز ابن عمك يا اخي ارحم. يعني احنا جايين النهارده ناخد لاخونا احتم اختنا سمير اربص، وربنا سامحنا على الجريمه اللي احنا نعملها في الكون دي، بس يعني ربنا يكرم ان شاء الله. فاحنا كنا بنستاذن ساعتهم من حضرتك. على ايه؟ نعم؟ على ايه؟ على ان شاء الله يبقى التاسع يوم العيد ان شاء الله يبقى شكبه وتكتك تاك، شكبه وتكبك. ايه اللي قلت؟ ايه على ايه؟ على ايه يا عم؟ الله، ايه اللي حامل اللي في وشه ده؟ دي حادثه قديمه. حادثه قديمه يعني سحبوه من تحت ديجور ده؟ معلش يا ليمبي، استحمله استحمله عشان خاطر الله، عشان خاطر ربنا هستعمله اللي استعملك انت. معلش يا ليمبي، خلاص انت عبطني ولا ايه؟ يا ده يبعد انت بتغلط قوي يا ليمبي. تخلص واخد بالك يا عم المرحوم، احنا يعني احنا عندنا غطا ويلزم الحلة، وعايزين ندخل الحلة والغطا في قلب بعض. انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ كويس من اي ارتجال. نعم؟ كويس من اي ارتجال. نعم يلا يا عم، عم يلا يا عم. ده بيتكلم على واحدة تانية غير بنته في قلب المكان ده، مية ده بيحلم وهو قاعد يا عم. لا تنفلتك الصعب. معلش يا ليمبي. ليمبي بالظبط ايه؟ عشان خاطري الجوازة دي مش هتتم يا عم، ما ينفعش. ده انت بص شكلك عامل ازاي وهي شكلها عامل ازاي؟ هتخليهم في مفرده الجزمة. ولا حاجة. انت جايب ده في قلب مصر، انت جايب ده في قلب مصر. ليمبي فين الفلوس والمجوهرات اللي كانوا في الشنطه؟ ليمبي والله العظيم ما كان في مجوهرات ولا في اي حاجه في الشنطه بتاعت الضابط. هتروح انما سجنتك يا ليمبي عشان تعرف ان انا عمك اخ ابوك يا ليمبي. هتروح والله بتاعت الضابط مش سمعت حاجه. والجواز يا ليمبي؟ يا عم انا جوازة ما كانت لازم تنتهي معايا الصوره دي. الله يخرب بيتك يا ليمبي. واحده انت بتنسب الجواز. كما عودناكم أعزائي المشاهدين، نلتقي مرة أخرى خلف الأسوار مع سجين جديد في جريمة جديدة، وذلك في برنامجكم صباح الخير يا جريمة. نتعرف عليك. اسمي الليمبي. عندك كم سنة؟ مش عارف، بس أنا عايش بقالي كتير. تهمتك إيه؟ تهمت سعادتك أن أنا رحت أجيب عقد الشقة بتاع أبويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضر بس. وإيه لو سمحت؟ غصب يعني غصب عني يعني. ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب شقه سعادتك، وطردني في الشارع برضه غصب وقت دار، وانا ما رضيتش اتكلم. ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي، راح ضربني بالبوان في وشي، وراح عضضني من كتفي، وراح ظرفني نص كده نزلت على ودني اسنجيت. بقيت نوضح لو سمحت، نوضح. واسنجيت يعني اترشيت سعادتك. وانا كان ممكن امد ايدي عليه، ممكن اروح اضرب صباعي في زوره واكسر له عصبه رجله، انما ما رضيتش، لانه ده مهما كان برضه عمي، واللي الناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا، والدنيا دي سعادتك يعني. امال عملت ايه؟ قلت بدل ما اقتله واخش في السجن، قلت اسرقه من الاخر يعني. يعني معترف بالسرقه؟ لا انا مش معترف بحاجه، وبطلب المحامي. بس من واقع التحقيقات، الشنطه اللي سرقتها من عمك كان فيها فلوس وذهب وياقوت ومرجان والماس. ايه ده؟ وانا سارق شنطه علي بابا ولا ايه؟ ده اللي مكتوب في التحقيقات، ويعني هجيب حاجه من عندي ولا ايه؟ ده سعاده حضره المزمزيل، هو كل اللي لقيته في قلب الشنطه علبه دواء انتوسيج من بتاع الاسهال. وما فكرتش تشتغل؟ مش فاضي. ده مبرر يخليك تبقى بلطجي يعني؟ نعم. يعني ليه بقيت بلطجي؟ واحد مصاحب علي علوكه وقشف كخه، عايزني اطلع الطيار.
طيب تحب تقول ايه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احب اقول لكل شاب وكل فتاة لا تنحرف، ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمة لا تفيد. واطلب في نهاية البرنامج اغنية لام العزيزة سيد الحبايب يا حنانة نانتا. انت بتفكر ايه؟ الكلاب بتجيب من رجلين ساعات. مش لابس الطاقيه ليه؟ بسرعه طلع لسان. ها لسان الطاقيه مسجون. لسان الطاقيه. لسان الطاقيه اهو اهو. البس الطاقيه. البس الطاقيه. كله يتحرك. شايف خلق جديدة موجودة النهاردة وحاسس فيهم بابتسامة أمل. انسوا، أحب أعرفكم بنفسي، أنا رياض المنفلوطي، أصغر مدير سجن حصل في تاريخ الوزارة. حصلت على ترقيتين خبطة واحدة نقيب من وأنا في أولى ثانوي. تلتزم بالقوانين، أحبك. يا سلام تبقى صاحبي حبيبي. تغلط يا ويلك يا ويلك ويا سواد ليلك. هعصرك تنسي المساجين صغيرين. احب اقول لكم ان السجن هنا التزام. احترس احترس مني، هتلاقيني منطلق في كل مكان، في زنزانتك في فرشتك في نومك في حلمك، هتلاقيني ناطط في بنطلونك. هتقول الكلب ده هون على مكتبي. ايه يعني انت هتاكلنا ولا ايه؟ والله انا بريء. وقفت تتنطط في الطابور زي الكرة الجل يا عطري. الحقونا يا باب الحقونا. تمشي جنب الحيط مدتك هتعدي على خير. تبعد بعيد عن الحيط هضربك بالبرطوش زي البرص. كشف المستجدين وكشف المفرج عنه بسرعة على زنزانتك يا كلب بسرعة. الله يعمل زنزانة الراجل هيدورها ويطلع. طبعا انتوا عارفين كل حاجة. اهم حاجة هنا الالتزام وتنفيذ الاوامر عشان مدتك تعدي على خير. توزع الزلازل. تمام يا فندم. يلا بسرعة. وانت يا ابني التوهو. طبعا ما حدش قدكم. اخر ليلة تبقى في السجن. يتوزع على عنبر الافراج. يلا. خش على الطابور. يا عم انتوا بتجبروا ليه كده؟ خلاص مروحي. ما انا واحد ايه؟ انا افراط يا راجل. والله كنت حاسس ان انا مريض. يا راجل اجمد يا دكتور اجمد. دراعي يا فندم دراعي. ده
تراعي يا فندم، كوعي كان هيتخلع في ايد سعادتك. خليك ريلاكس يا فندم أرجوك، خليك ريلاكس، العصبية دي مش كويسة أبدا. وأنا بتنيل باخد الزفت الحقن دي ليه؟ عشان خاطر العصبية، ولا أنا باخدها تبرع لنادي الهلال الأحمر؟ يا فندم دي سابع حقنة أضربها في دراع سعادتك والسرنجة تتني. هدي نفسك يا فندم، العصبية دي مش هتجيب أي نتيجة. والعمل هعمل إيه طيب؟ أنا عندي الحل يا فندم، أنا عندي الحل. سعادتك الدواء ده مخصوص عشان حالة سعادتك. المرة اللي فاتت برضه قلت لي مخصوص عشان حالة زبط سعادتك. لا لا، الدواء المرة دي مستورد، ده مخصوص عشان يرفع عصب الشفة يا فندم، يدلدلها. اللي فات برضه كان مخصوص وكان مستورد عشان ينيل عصب الشفة، والشفة نزلت 24 ساعة بس، ونطر التاني لزقت في مناخيري. اعمل معروف، أنا مش هعيش حياتي كلها بقي موارب، البنت مش عارف أبوسها. يا فندم الطب تقدم دلوقتي بلا تقدم بلا تفتح هتفتح لي طهاره يلا على زنزانتك. انا دكتور يا فندم. دكتور على نفسك بره يا كلب. علاج يا نعم اجازه فيه. نعم اجازه. اجازه؟ ايوه فيه. يعني ايه اجازه؟ بلاش الشهر نزل. شهر ايه؟ بلاش شهر نزل. يعني ايه بلاش شهر ما نزلش؟ انا بقالي سنتين هنا ما نزلش. بتعالج وانا متنيل في قلب المكان. ناسي فندم. يعني ايه يا جافة؟ ناسي فندم. ايه الحلال اللي انتوا فيه ده؟ حاجة غريبة اوي. تمام يا فندم. نعم. ده يا فندم كشف المسجونين المستجدين. وده كشف المفرج عنهم. ما شاء الله يا فندم. بق سعادتك استريح خالص. ميرسي يا قلب. يعني تحس انه خد راحته. ميرسي. واضح ان يا ادهم خلاص ميرسي. قلت الشفايف كمان. اتفضل اقعد. حاضر. بالنسبه يا فندم لمسجون زنزانه 74 ليه شويه طلبات بيتمنى سعادتك توافق عليها. ايه المطلوب يا ادهم؟ اللهم صل على النبي. الشفه ابتدت تتحرك بطريقه غريبه وطبيعيه. ايه المطلوب يا ادهم؟ خلص. هو يا فندم بعد اذن سعادتك. يا ادهم. حاضر يا فندم. عاوز يدخل الزنزانة شوية أجهزة، يعني سخان شاي، كاسيت، تلفزيون. أوكي. مش عايز دي في دي؟ نعم. دي في دي؟ دي في دي؟ نجيب له دي في دي؟ هو متهيألي عنده بطاطين كفاية، مش محتاج دي في دي ده. الموبايل يبقى كده تمام. تمام. بسيطة جدا الموبايل، إيه المشكلة يا أدهم؟ نجيب له موبايل يعني. على الأقل يتصل بالأولاد كويس، ويبعت يجيب بالمره صوفيا لورن تعيش معاه في قلب الزنزانه، وناخد له زنزانه اجار جديد، واحده بتطل على البحر والثانيه بتطل على الشارع. ده عند امه. عند امه يا ادهم. ده مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب يا فندم. خلاص يبقى كلامي يتسمع زيه زي بقيه زمايله. حاضر يا فندم. ادهم اختار مواضيعك معايا واحصل. اتفضل. تمام يا فندم. ادهم لاخر مره هقولها لك، حركه الترقيه اتقربت، خلي دوسيك يعدي على خير. اظن انت محتاج الترقيه دي عشان ترفع من معاشك. مش هقول لك اكتر من كده. الحمد لله كان معاك ابتدائيه وكملت وخدت الليسانس. صراف. تمام يا فندم. يا باشا بالنسبه لاجازه الصول. اجازات مفيش يعني. انا قلت اجازات مفيش يعني مفيش. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها. يا سيدي في جنبها في ظهرها في كتفها. انا خلاص قلت مفيش اجازات يا هاني. الله. يا فندم مراته تعبانه قوي ولازم يبقى جنبها، لازم ينزل يطمن عليها. هاني يا هاني انا حمشت الموضوع عشان خاطر عيونك انت بس. ربنا يخليك يا باشا. انما ارجوك ما تتدخلش في مواضيع تاني. خلاص يا باشا. ما تحرجنيش يا هاني. خلاص اوكي. خلاص يا باشا. يبقى ابعت لي الطلب على هنا. لا الطلب اهو يا باشا وادي الان كمان. يا هاني في كي دور. انت غريب غريب يعني انت. يا ساتر. انت مش كده تاني مره. ربنا يخليك يا باشا. انا فاهمه ان هو يفهم مراته ما تعيش تاني، والا يطلعها بقى ويلتفت لشغله. لا يا باشا اوامر سيادتك. ماشي. طب غريب يعني. خلي الحيوان ده يخف شويه من على البنزين. دي اموال حكومه. ولا فضل روح انا مش مسافر. فضل هتوصلني هركب طياره انا. حلو قوي الكلام ده يعني. حلو قوي.
يعني ايه سكيناس بنتي انا اللي تحمل اسمي رياض عشان منفلوطي حامل التاريخ حامل اللواء تنحرف بنت اللي تعبت في تربيتها واللي بذلت مجهود اكبر في خلفتها يجي اليوم عليها انها تنحرف يا نهار اسود يا نهار اسود كل ده عشان بنتها جت عند مامي النهارده ما لو حداد بس ماشي يعني ايه يا نهار اسود تاني من اختك يعني النهارده اربع يا هاني وده ميعاد درس المزيكا اللي انا رفضته لسعادتك بكل تبكح وصفاقه وقله ذوق انك توديها عن ضمك من فضلك اسمها مامي ايوه نسيب المصيبه الكبيره ونتكلم في مامي وامك نسيبها عشان بنتك بتتعلم مزيكا عادتك بتتعلم الحرام انت بتقول ايه بس خلاص قرار اسمعي يا هلا خالص لازم تفهم ان كل كبيره وصغيره في البيت ده انا ما اعرفها وحتى لو ما حصلتش احترمي نفسك يا هاني احترمي نفسك اللي اتعلم تريد فرغت ونومه اسمعوا صوت الجدعنة وشهامة الأكوية لو عديت يا ابن آدم على بحر لقيت غريق شده ولو مش عايز يطلع يحاول مرة تانية جدا شده تاني حتى لو عطك وشده ومرضيش برضو يطلع معاك طلت على دماغه وغرقه وحطه لمب انت ايه اللي جابك هنا انت دخلت امتى اه انا من امبارح وانا هنا دخلت امبارح وعايز تخرج النهارده انا اتخنقت شويه انت بقى نهارك طين نهارك اسود انت عبد الباشا والله انا اتفكرتك عرفت الحقيقه حقيقتي ايه اصل عن الخدعات صار تعب اخرس جاي السجن امبارح وعاوز تهرب النهارده انت فاهم انك جاي التكيه بتاعت المرحوم انت جاي هنا تتسجن عارف ليه انت عالي على المجتمع انت حسالة حشرة تداس بالجزمة القديمة فاهم يا له
هلا. تعرف السجن كويس؟ لسه ما فقدتش المكان. بتقول ايه هلا؟ لسه ما فقدتش المكان. انت مخبي موس في بقك هلا؟ اخبي موس في بقي ليه؟ شعر دقنه بيطلع لجوه. يا نصر اضحك يا هلا. تعرف ده ولا ايه؟ اخرس. تعرف ياض التواليتات بتاعت السجن؟ التلاوة التاد دي الكبانيه. الكبانيه ما في حد ما عرفش الكبانيه. عاوزك تمسح لي كل كبانات السجن كبانيه. فندم الكبانيه. بعد كده تلم هدوم المساجين كلهم وتقعد تغسلهم. وبعد كده احنيهم وارضعهم وانامهم في سربريرهم. يا انا الحنان ده كله انا. قلب الام ده. ايه قلب الام ده يا انا؟ سيب انت خليك معايا انا. انا يا انا الحنان ده انا. انا هعمل ايه طيب؟ بعد ما تعمل كل اللي قلت لك عليه ده. ايوه تعطل ده. تجيني هنا. اجيلك انا. ايوه. اكون فكرت لك في عقاب. فكر ربنا يرضعك. حطها في جيبك وسك من بوكمون. سك من بوكمون؟ ده عبيط ده ولا ايه؟ عموما يعني انا مش عارف يعني يا رب ان الكل من يجوينا. السلام عليكم بقى. لو عندك غسيل خميس وجمعه غسيل زي الفل. مع السلامه عليكم. انا انا غسيلي الغسل كسر ايديا وشفيت حلو في عينيا وصابون جوه في عينيا علشان اغسل انا. لا 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 اغسل. لا 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 اكتب. الريحة الفظيعة دي الناس دي بتاكل ايه؟ ربي حكيفك يا ريت. خد ايه رأيك؟ يا لليش هظبطك صبك. ايه رأيك في النفسين دول؟ يا لليش خد دي بقى تحت لسانك وخد البوسة دي. يا سلام يا عصر اللي بحكاية اسمي. انت عارف لو الهروبة دي باظت واتقفشنا هيعملوا فينا ايه؟ يوه يا عم ما تقلقش، انا متفق مع السواق التعيينات هيجينا هنا بعربية الخضار. عبال ما تضرب الجوين ده هيكون وزن. طب افرض السواق ده مظبط مع الحكومه. يوه يا عم ما تقلقش انا مظبطه. انا بطمن بس. طب خلاص مدان انتوا واثقين من السواق ده، يلا بقى عشان تلحقوا تهربوا وترجعوا بدري. عندك حق. يلا بينا. زينا عزينا. شوف يا ادهم بيه، الباشا بقاله شهرين في السجن بتاعك وهو بصراحه كده خلقه ضيق، وانت كل شويه تقول لي مش دلوقتي.
الأسبوع اللي